السلام عليكم ورحمه الله اخواني المشاهدين ومتابعي قناه وزف تكنو. اليوم ايضا ان شاء الله عندنا فيديو فتح صندوق جديد، وهذه المره ايضا كما طلب كثير من المتابعين، اللي هي شاشه الحافظ موديل جديد اللي هو الموديل M9 بتقنيه الميني LED، واختارينا صراحه حجم 65 بوصه من اجل مراجعته وايضا تجربته بشكل عملي. مع المتابع القناه، باخر سنتين بعض الشركات العراقية بدأت تتطور من عملها صراحة، وتتواصل مع شركات عالمية من أجل تصنيع شاشاتها وبالتالي الاستفادة من أفضل التقنيات الموجودة. والحد الآن حسب متابعتنا العمل أغلب الشركات العراقية، أفضل شركة وأسرع شركة من ناحية التطور والاستمرار في تحسين عملها هي شركة الحافظ. قبل يومين نشرنا فيديو المراجعة لشاشة الحافظ QV7 QLED، واللي كما ذكرنا هي كانت شاشة فئة اقتصادية. أما اليوم فعدنا شاشة الحافظ الميني LED. نعم، ميني LED. طبعا معروف أنه أغلب لوحات شاشات الميني LED حاليا على مستوى العالم يتم تصنيعها في أحد مصانع شركة TCL، يعني تقريبا نستطيع أن نقول حوالي 85% من تجهيز شاشات الميني LED حول العالم هي من شركة واحدة، من مصنع واحد تابع لشركة واحدة اللي هي أساسا من تطوير شركة TCL. فحسب معلوماتنا الأكيد أنه هذه الشاشة أيضا لوحتها الميني LED من شركة TCL، لأنه أي شخص متعمق في هذا الموضوع هيعرف أنه حتى مثلا بعض موديلات شاشات سامسونج وأيضا حتى بعض شاشات الكيونيد من شركة LG، الميني LED أيضا لوحاتها من CSOT التابعة لTCL. فهذه نقطة أيضا حبينا نوضحها. فهذا الموديل من ناحية الحجم يتوفر بعدة قياسات، هي 65 بوصة، 75 بوصة، و85 بوصة و98 بوصة، اللي هي طبعا صراحة أحجام كبيرة. فبالتالي هذه الشاشة لغاية الآن كم من ناحية المواصفات تعتبر شاشة فئة عالية، لكن أيضا راح نوضح كل التفاصيل كالعادة بالنسبة للمتابعين يعرفون، هنوضح كل التفاصيل بشكل كامل في فيديو المراجعة للشاشة إن شاء الله بعد استخدامها لفترة. اليوم حيكون فيديو فتح الصندوق واطلاع أولي ومعلومات أولية عن هذه الشاشة. فأول نقطة حاب نوضحها أنه هذا أقل حجم موجود من هذا الموديل، هو حجم 65 بوصة، هذا أولا. ثانيا، هذه الشاشة ميني LED كما ذكرت QLED أيضا بنفس الوقت، يعني تستخدم تقنية الكوانتوم دوت، وبالتالي تعطيك تمام لون يصل إلى أكثر من مليار لون. أما ثالثا، فهذه الشاشة معدل لوحة تحديثها 120 هيرز، وبالتالي تقنيا حيكون إخراجها 120 فريم. أيضا حنتأكد من هذا النقطة بشكل كامل وبشكل عملي في فيديو المراجعة للشاشة قريبا إن شاء الله. طبعا هذه الشاشة أيضا تدعم تقنية تعزيز الحركة مع دعم أيضا للدولبي فيجن والدولبي آتموس والHDR10. وأيضا ملاحظة جدا مهمة بعض الأخوة طلبوا أنه أذكرها، هذه الشاشة نعم فيها خاصية اللوكال ديمينج، يعني تعتيم محلي، لكن عدد الزونات صراحة ما متأكد منها، حنحاول أنه نقوم بعمل اختبارات حتى نعرف عدد الزونات بشكل كامل لهذا الموديل، وايضا نحاول معرفة عدد الزونات للموديلات الاخرى، لكن اتوقع انه عدد الزونات الخاص فيها بين ال 120 وال 160 زون، يعني بهذا العدد. فنعم هي فيها خاصية اللوكال ديمينج، يعني تحكم كامل بالاضاءة الخلفية للشاشة، وشاشة بدقة ال 4K، وتأتي مع نظام تشغيل الاندرويد 11 او اندرويد 11 اندرويد تي في الرسمي المدعوم من شركة جوجل بالتحديثات وبالبرامج. وكالعادة راح نذكر الاسعار لكل الاحجام كما موجودة لدى موقع شركة الحافظ في نهاية الفيديو إن شاء الله. فاليوم كما ذكرت هو فيديو فتح الصندوق والطلاع الأولي على هذه الشاشة، انتظرونا إن شاء الله قريبا في فيديو مراجعة بعد استخدام الشاشة لفترة حتى نوضح كافة إيجابياتها وسلبياتها. فخلونا نبلش بفيديو فتح الصندوق، خليكم معنا.
إذن أحبائي أهلا بكم مرة ثانية. معكم الآن بعد ما قمنا بفتح صندوق وتركيب الشاشة وتشغيلها، هي شاشة الحافظ موديل M9 بتقنية الميني LED، وهي أعلى شاشة كمواصفات من شاشات الحافظ لسنة 2023. وكما ذكرنا قبل قليل هي شاشة ميني LED، يعني تستخدم أحدث تقنيات شاشات LED، وبالتالي الإضاءة الخلفية لهذه الشاشة عدد كبير جدا من إضاءة الميني LED موزعة على الشاشة نفسها، وبالتالي سطوع أفضل، والأهم من هذا هو التحكم باللون الأسود جيد جدا. وبطلعنا الأول على الشاشة، اللون الأسود صراحة جيد جدا بهذه الشاشة. للعلم أنه هذا الموديل يتوفر بعدة قياسات وكلها أحجام كبيرة بحكم أنه الشاشة فئة عالية تعتبر. وكالعادة راح نذكر الأسعار إن شاء الله في نهاية هذا الفيديو. أما كمعلومات خفيفة وسريعة عن هذه الشاشة، فكما ذكرنا شاشة ميني LED تقدم لك دقة 4K مع تحكم كامل بالإضاءة الخلفية، وإن شاء الله في فيديو المراجعة للشاشة حنختبر الشاشة بشكل عملي حتى نعرف عدد الزونات بشكل دقيق، وأيضا حتكون تجربتنا كاملة بعد اختبار الشاشة لفترة راح نوضحها في فيديو المراجعة قريبا إن شاء الله. وأيضا الشاشة طبعا QLED، وبالتالي تباين لون يصل إلى أكثر من مليار لون مع لوحة شاشة معدل تحديثها 120 هرتز، وبالتالي حسب ما موضح من شركة الحافظ أنه تدعم 120 فريم. أيضا حنختبر هذا الشيء بشكل عملي في فيديو المراجعة للشاشة قريبا إن شاء الله. أيضا الشاشة تأتي مع دعم الـ HDR10 وأيضا دعم الـ Dolby Vision والدولبي اتموس، فبالتالي ايضا تعتبر خيار جيد بالنسبه لمحبي الافلام، وتعمل بنظام الاندرويد 11 او اندرويد 11 الرسمي المدعوم من شركه جوجل بالتحديثات وبالبرامج. اما بالنسبه للملحقات اللي تاتي مع الشاشه بالكرتون، اولا عندنا كتيب التعليمات اللي دائما انصح به قراءته لانه يوضح كيفيه ربط وتشغيل الشاشه، فاذا حبيت ايضا تعلقها على الحائط مع العلم انه البراغي الخاصه بتثبيتها على الحائط توجد نوعيتين، النوعيه اللي تاتي بالكيس وايضا البراغي الخاصه الموجوده بظهر الشاشه، فضروري يتم قراءه كتيب التعليمات بشكل كامل. ايضا بطاقه الضمان من شركه الحافظ ضمان لمده سنه على هذه الشاشه، اضافه الى الفيشه الثلاثيه اللي اذا كان عندك جهاز قديم ما يدعم سلك الاتش دي ام اي او كيبل اتش دي فممكن انه توصله من خلال هذه القطعه والمدخل الخاص بها الموجود بظهر الشاشه. فمثلا اذا كان عندك بلاي ستيشن 2 او جهاز ساتلايت قديم او جهاز دي في دي فتحتاج هذه القطعه. واخيرا عندنا الريموت الذكي، الموديل الجديد طبعا من ريموتات شاشات الحافظ اللي يحتوي على الارقام وبنفس الوقت ايضا الاختصارات، ويتم توصيله من خلال البلوتوث كما وضحنا اثناء تنصيب الشاشه، حتى انه تستخدم المايك الداخلي اللي من خلال مساعد جوجل والأوامر الصوتية والبحث الصوتي. أما بالنسبة للشكل الخارجي للشاشة فواضح أنه الشاشة حافاتها نحيفة جدا. للعلم ملاحظة جدا مهمة نحب نأكد عليها، بورد هذه الشاشة اللي هو بورد الميني LED من شركة CSOT التابعة لTCL، وهو حاليا أغلب شاشات الميني LED حول العالم سواء لشركات مختلفة سواء كانت TCL أو سامسونج أو LG اللي تستخدم لوحات الميني LED هي من مصنع CSOT التابع لTCL بحكم أنها تمتلك أكبر مصنع لتصنيع لوحات الميني LED. انتبهوا على هذه النقطة، الميني LED، فبالتالي هذه اللوحة نعم من تصنيع شركة TCL بشكل مباشر. والجيل المستخدم حسب اطلاعنا الأولي، لغاية الآن لم نقم باختبارات كاملة للشاشة، نتوقع أنه هذه الشاشة تستخدم الجيل الثاني من لوحات الميني LED من شركة TCL بحكم أنه وضحنا في فيديوهات سابقة أنه هناك أجيال مختلفة من لوحات الميني LED، فغالبا هذه الشاشة أيضا تستخدم نفس لوحة الميني LED الموجودة في موديل TCL C825 أو الموجودة أيضا في موديلات من شركات أخرى تستخدم ميني LED. أما بالنسبة لمداخل الشاشة فحسب ما موضح من شركة الحافظ أنها مداخل HDMI 2.1 أو 2.1 إصدار الجديد، وأكيد راح نختبر هذا الشيء بشكل عملي في فيديو المراجعة. وملاحظة جدا مهمة، هذه الموديل من شاشات الحافظ يأتي مع ريسيفر أو ساتلايت داخلي كما وضحنا أثناء تنصيب الشاشة وقمنا بشكل عملي بالبحث عن القنوات. أما بالنسبة لأرجل الشاشة كما واضح فهي أرجل معدنية، وأيضا هناك خيار آخر كما وضحنا اللي هو إمكانية تثبيتها على الحائط، وموضحين سابقا أحجام 65 و75 بوصة تحتاج مساند خاصة مكتوب على الكرتون الخاص فيها لأحجام 65 و75 بوصة حتى تثبتها على الحائط. إذن أحبائي هذا كان شرح سريع وبسيط واطلاع أولي على شاشة الحافظ موديل M9 حجم 65 بوصة في هذا الفيديو. انتظرونا إن شاء الله قريبا كل التفاصيل والمعلومات وتجربتنا إلها وكل تحبون تعرفونه بشكل مفصل في فيديو المراجعة للشاشة بعد استخدامها لفترة حتى نوضح إيجابياتها
وسلبياته. شوفكم إن شاء الله في فيديو آخر قريبا. أخوكم أبو يوسف. Thank you.